أوكي، الوحدة الثانية اللي هي الدراج أناليسيس بتحكي عن التحليل الدوائي أو التحليل الصيدلاني. طبعا إحنا بنعرف إنه دائما الأدوية بيكون في معلومات كتير بتهمنا فيها، لهيك لازم نعرف الطرق التحليلية بالأول، ندرسهم ونعرف أقسامهم، مبادئ العمل تاعتهم، وبالأخير بنحدد إيش هي الطريقة المناسبة لحتى نحصل على المعلومة اللي بندور عليها. فإذا إحنا أول مرة بالحياة رح نتعامل مع كلمة analysis، معنى analysis تحليل. طيب الطرق التحليلية بتختلف بآليات عملها وغالبا بأقسامها حسب إيش طريقة التحضير. نيجي للتعريف بالأول، pharmaceutical analysis بحكي لنا is a branch of practical chemistry، يعني بحط خط هون تحت كلمة practical، وبدنا نعرف إنه هلأ الوحدة هاي عبارة عن شغل عملي، يعني هي فعليا تشرح لنا كتير من التجارب اللي إن شاء الله رح تاخدوها بالمختبرات، أوكي كتير، أو حتى ممكن تشتغلوا فيها بالمصانع، تمام، بهدف إيش؟ يعني ممكن يكون أحيانا دراسات دوائية جديدة، أو أحيانا الحصول على معلومات معينة. أهم نقطة بالأناليسز تعرفوا إنه إشي براكتيكال. إيش يعني براكتيكال؟ يعني عملي زي تجربة. بحكي لنا هون that involves a series of processes، بحط خطين هون تحت كلمة series of processes، معناها مجموعة أو سلسلة من الخطوات أو العمليات. يعني فعليا أنت بتعرف إنه التجربة لما تيجي تفوت على المختبر بدك تعمل تجربة، أول إشي بتحدد شو المادة تاعتك، بعدين بتصفر الميزان، بعدين بتستخدم الأداة المناسبة اللي بدك توزن عليها، بعدين بتاخد الوزن، صح؟ دائما الإشي العملي فيه له خطوات، والخطوات حتى هاي بتكون مهمة في ترتيبها. يعني الخطوة واحد بالأول، بعدين الخطوة اثنين، ما بصير تبدأ بالخطوة ثلاثة بعدين ترجع للخطوة واحد. وضحت؟ فهون بحكي لنا انه هي اول شيء شغله عمليه براكتيكال، وسيريز يعني مجموعه من الخطوات، هدفنا بالاخير منها اشي من هدول اللي حنذكرهم هون بالثلاث اسطر هدول. نيجي اول شيء كلمه كلمه لازم نعرف معناها ومفهومها. لما بحكي لك identification، هلا احنا الهويه تاعتنا اسمها الايدنتيتي، صح؟ الايدنتيتي الهوية غالبا بيكون معروف فيها الاسم، الشخص وعيلته، العمر، معلومات مهمة أساسية. وبالتالي لو أنت بدك تتعرف على هوية المادة الكيميائية، تستخدم أحد الطرق التحليلية اللي بتثبت لك فعليا إنه هذا الدواء صح مثل ما أنت مفكره. مثلا أنت طلبت مجموعة من بالمختبر، مثلا طلبت مجموعة من المواد، وصلك 4 علب، بدك تمسكهم واحدة واحدة تتأكد انه كل مادة انت طلبتها فعليا هي نفسها، مش بس بقراءة الستيكر يا مس او الليبل، لا، بدك تعمل مثلا تجربة بسيطة تتأكد فعليا انه هاي المادة نفسها. مثلا ملح الطعام، لو فتحت العلبة ولقيت لون المركب اللي جوا لونه احمر، تتوقع انه هذا ملح طعام؟ اكيد لا، رح تقول انه مش ملح الطعام بناء على تحليل بسيط، تحليل فيزيائي انت حكمت عليه بالنظر. اوكي، اذا اول هدف من التحليل دائما التعرف على هوية المركب الكيميائي، اذا identification. اثنين determination، يعني احيانا بدك تحدد بعض الامور، زي مثلا ايش؟ التركيز، بدك تحدد تركيز المادة هاي فعليا اللي وصلتك صحيح ولا مختلف. مرات انتو بتعرفوا انه في بعض المصانع ممكن تغش بعملية التصنيع، ممكن تلاقيها مثلا تعطيك مادة مخلوطة بمادة تانية عشان ايش؟ تكتر حجم الكمية وبنفس الوقت تكون ربحانة. طبعا احنا مش مع الغش، ولكن كيف المختبرات او الاشخاص المسؤولين عن الطلبيات هدول كيف بدهم يتأكدوا انه فعليا هم طالبين نفس التركيز بنفس النقاوة؟ هذا هون دور الدراج اناليسيس. النقطة الثالثة quantification، مس بحط خطين تحت هاي الكلمة جدا مهمة. لما بحكي لك quantity يعني كمية محددة، يعني بقول لك 10، 20، 50، فأنت هون برضو
بدك تحدد فعليا الكميات صحيحة ولا لا. إذا معنى quantity أو quantification تحديد كميات، هيها هون حاطة سهم. كمان الهدف 1، 2، 3 حددناه. 4 purification، إيش معنى purification؟ تنقية. زي ما هسا قلت لكم، ممكن مرات بعض المواد الكيميائية تكون مخلوطة بمواد شوائب، فمطلوب إنك تنقيها. كيف بدي أنقيها؟ في أحد الطرق بالدرج أناليسز أو بالتحاليل بيعمل عملية فصل للمركبات. يعني لفرض أن هو بايعك مادة، المركب A هو المادة الأصلية وخالط معها مادة تانية B، أنت هون شو بدك تسوي كدورك كمحلل كيميائي؟ بدك تشيل الـ A عن الـ B. كيف بدي أشيلها؟ بدي أرجع للكيمياء التحليلية. أوكي؟ إذا purification of substance، حكينا رقم 4 و5 separation، وقلت لكم شو معنى separation، فصل. بدي أفصل المركبات، مثلا المستخلصات، لما تيجي أنت تاخذ عشبة وتعمل استخلاص للمركبات المهمة اللي فيها، أكيد مش رح يطلع لك المركب لحاله، بده يطلع لك مجموعة من المركبات مع بعض. طيب أنا ما بدي إياهم كلهم، أنا بدي مادة محددة، بتبع أحد الطرق التحليلية بخطواتها، بوصل بالأخير إني بطلع هاي المادة لحالها دونا عن باقي المواد التانية. إذن برضو من فوائد أو من أهداف الطرق التحليلية فصل المركبات. إذا separation of components of a solution or mixture، يعني المكونات هاي اللي بدك تفصلها حتى لو كانت دايبة وعلى شكل محاليل أو مخلوطة مع بعض، ممكن أنت تقدر توصل لحل إنك تفصلهم عن بعض. or determination of structure، خطين. كم هدف صاروا؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6. ست أهداف أو ست شغلات إحنا بنقدر نعملها ونوصل لها بواسطة الطرق التحليلية. طب شو يعني آخر نقطة؟ determination، تحديد التركيب الكيميائي للمركبات يا مس. يعني فيك أنت من جهاز تستخدمه مثلا وتعمل تحليل لعينة، تحطها هيك بخلية زجاجية صغيرة وتحطها بالجهاز تاع التحليل، بيطلع لك رسمة. من الرسمة هاي أنت بتقدر تتوقع كم كربونة بالمركب، كم هيدروجينة، وفعليا ممكن توصل كمان إنك ترسم الستركشر تاع هذا المركب. وضحت؟ إذا الكيمياء الدراج أناليسيس أو التحليل الدوائي جزء مهم جدا بالأدوية يا مس. طيب بده يجي يحكي لنا هون إنه فعليا لما نبدأ بتحليل دوائي أو صيدلاني لأي مادة دوائية، بدي أعرف إنه في عندي قسمين رئيسيات بدي أفحص الدواء فيهم بالأول. First the physical analysis، شو يعني الفيزيكال؟ الفيزيائي. طبعا شو يعني فيزيائي؟ يعني شغلة محسوسة بالحواس، يعني ريحته، لونه، شكله، ملمسه، ذائبيته، هاي كلياتها أنتوا بتعرفوا إنها عبارة عن شغلات زي البصمة للمركبات. من زمان أنا حكيت لكم الخصائص الفيزيائية خصائص ثابتة بنقدر إحنا ندرسها ونحسها بحواسنا. يعني هون شوفوا مكتوب بالعربي، الأشياء اللي بنستشعر فيها بالحواس. إذن consist of، وبحط مربع هذا المصطلح يمس، مهم جدا هذا المصطلح، اللي هو organoleptic test. معنى كلمة organoleptic هي أي خاصية بنقدر إحنا نفحصها ونكتشفها بحواسنا، بعيوننا، بأنفنا. زي ما قلت لكم من ناحية إيش، طلعوا التكمالة للأورجانوليبتيك تيست. تيست الطعم، color اللون، odor الريحة، consistency اللي هي القوام تاع المركب، solubility ذائبية المركب. كل هاي أشياء ثابتة بالمادة يا مس، يعني مش اليوم هيك وبكرة حتتغير. يعني لما أجي أقول لك سكر، معقول اليوم حلو وبكرة يكون حامض؟ مستحيل. خلص هي خاصية ثابتة لا تتغير. كمان شغلات تانية، example the checking for the color is done by simply looking at it or by microscope. يعني بحكي لك مثلا زي ما قلت لكم المثال، أنا جايبيت لك طلبية سكر،
تفتح العلبة بتلاقي لونها أخضر. طب معقول يكون سكر؟ لا، وأخضر ومش شكل بلورات، بودرة مثلا ناعمة أو لونها بنفسجي. فورا راح تشك، تقولي هذا مش سكر. كيف حكمت عليها؟ ما احتجت إنك أنت تطلع من الفيزيكال أناليسز للكيميكال أناليسز، يعني ما احتجت تروح لتجربة طويلة عريضة وخطوات مكلفة عشان تحكم إنه سكر ولا لا. خلص مجرد ما شفت لونه وهيئته، أنت مجرد ما شفته حكمت إنه هذا مش سكر، لأنه الخصائص الفيزيائية للسكر غير منطبقة على العينة اللي وصلتك. فعشان هيك دائما الستيب الأولى بالتحليل الدوائي أو التحليل الصيدلاني بدك تفحصه فيزيائيا، تتأكد من الخصائص والمواصفات تاعته إنها صحيحة أو لا. فبقول لك هون مثال بسيط إنك تفحص المادة بالنظر مجرد ما تتطلع عليها، أو حتى لو حطيتها تحت الميكروسكوب. احنا شرحنا واخذنا قبل هيك، قلت لكم انه حتى بلورات المادة يا مس بيكون شكلها تحت الميكروسكوب مختلف، فساعتها بتقدروا تعرفوا انه فعليا هاي المادة نفسها ولا مش نفسها. كمان شوفي شغلات فيزيكال، شغلات فيزيائية نقدر نحكم عليها انه هاي المادة صحيحة ولا خاطئة. اوكي، هاي هم هاردنس، صلابة المركبات، disintegration اللي هو تفكك المركبات، dimensions أبعاد ال particles أو الجزيئات، viscosity يعني حجم الجزيئات، viscosity اللزوجة، melting point اللي هي نقطة الانصهار أو الذوبان، friability اللي هو التفتت أو الهشاشة، سوري مش الهشاشة، هي ال إنه يتفتفت مش يتفكك، في فرق بين التفتت والتفكك. Uniformity of weight اللي هي وحدة أو تجانس الوزن، يعني كل العينة اللي واصليتها كلها نفس الوزن. Specific gravity هاي خاصية فيزيائية انتم بجوز ما بتعرفوها، بس يعني لها طرق لقياسها وتحديدها. أوكي، هدول كلياتهم هم ضمن البند الأول لفحص المركبات أو المواد، وبسميه الفحص أو التحليل الدوائي أو الكيميائي. نيجي للسكند كيميكال اناليسز. سكند ذا كيميكال اناليسز. طيب وصلتك العينة، فحصتها، تأكدت انه الخصائص الفيزيائية، الخصائص الفيزيائية نفسها، يعني مثلا المادة اللي حكينا عنها، مثلا عينة السكر شفتها بلورات بيضة، تمام. اذا احتمال انها سكر، قديش وصلت؟ ما بجزم، ما بقول 100%. دائما الخطوة الثانية هسه ادخل على تحليل كيميائي، يعني اوكي سكر بس بدي اعمل فحص كيميائي كمان عشان اثبت انه سكر. فهون السكند ستيب هي دائما الكيميكال اناليسز. Chemical pharmaceutical analysis may be defined as a procedure or sequences of progressions، يعني هي عبارة عن خطوات أو إجراءات أو مجموعة من الخطوات والإجراءات. هدفنا دائما بالكيميائي identify، يمس بحط دائرة وبقولكم هاي الكلمة مهمة. وما معنى identify؟ إنك تحدد هوية المادة، يعني نوع، هو هون بيسموه التحليل النوعي، شو نوع المادة، شو اسم المادة. إذا هون بحط دائرة وبكتب رقم واحد. والهدف الثاني quantify، بحط دائرة وبكتب رقم اثنين. أكثر كلمتين رح تضلوا تسمعوهم طول هذا التشابتر هم هدول الكلمتين، إنك تحدد هوية المركب باسمه الكيميائي، يعني سكر، ملح، باراسيتامول. والنوع الثاني اللي هو quantity أو quantify، يعني تحدد كميات. وأكثر شيء إحنا بهمنا بالكميات التراكيز، يمس نعرف التركيز. إذا identify or quantify، هدفنا من التحليل الكيميائي إنه نحدد هوية مركب كيميائي أو نحدد كمية هذا المركب الكيميائي constituent of drug، لا يعني مادة دوائية، the mechanisms كمان. إذا هاي رقم واحد، شايفين هاي identify I quantify one number one، هاي رقم واحد. اثنين، شو كمان التحليل الكيميائي بيعطينا؟
ميكانيزمز بحط خطين وبكتب رقم 2. شو يعني ميكانيزمز؟ آليات العمل أو آليات تحضير الدواء. إذن the mechanisms of pharmaceutical solution or fusion or إذن يعني يا إما بدك تحضر، تعرف إنه هل أنت بدك تحضر عن طريق الحل التدويب البسيط، أو في مثلا حرارة بدك تستخدمها، بدك تسهر مركبات، or the determination of the structures. كمان هاي رقم 3، بحط خطين هون وبكتب رقم 3، بيحدد لي فعليا تركيب المركبات الكيميائية used in the formulation of pharmaceutical product، اللي استخدمتها هاي المركبات وجمعتها داخل مستحضر صيدلاني معين. بدك يعني بدك تطلع تركيبها الكيميائي كخطوة أولى، وبعدين بدك تدرس تناسبهم مع بعض. إذا من الآخر هون بحكي لنا إنه الكيميكال أناليسز بدك تبدأ زي كأنك على درج يمس، بدك تبدأ فيهم خطوة خطوة، من أول خطوة لآخر خطوة. كل ما كأنه بنطلع بالدرج، كل ما إحنا بنزيد المعلومات أو بنزيد التفاصيل اللي بنحصل عليها من هاي التحاليل. يعني أنت بتبدأ تعرف شو هي المادة، تتعرف على هوية المادة، بعدين تعرف تركيزها، بعدين تعرف طرق تحليلها أو تجهيزها، بعدين تعرف تركيبها الكيميائي، وبعدين بتعرف كيف ممكن تعمل كومباينيشن إنك تجمع هاي المركبات بتحضيرها واحدة، وهل بتكون متناسبة أو لا. طيب نيجي لهاي types. لاحظوا إنه there are main two types of chemical analysis. شفتوا الكلمتين اللي حكيت لكم إياها، أكتر كلمتين رح يمروا معانا، هدول جدا مهمات. أول واحدة qualitative، وهي معناها التحليل النوعي، ومعناته هي أنك تتعرف على هوية المادة. شرحناها وقلناها دائما هدف التحليل أنك تعرف هوية المادة، والهدف الثاني أنك تعرف كمية المادة. إذا qualitative وquantitative الكلمتين كتير بيشبهوا بعض، ما بنخربط فيهم، المترادفات بتهمنا. إنه الكواليتاتيف هو الايدنتيفيكيشن، والكوانتيتاتيف هو الاستيميشن، تقدير لكميات معينة وحساب تراكيز مثلا. إذن هدول النوعين الأساسيات. هسا بده يجي يحكي لنا عنهم بشكل موسع أكتر، إنه شو الهدف من إنه أنا بحكي لك مثلا، بيجي المشرف عليك السوبرفايزر بيجي بحكي لك مثلا إحنا ما بدنا كوانتيتاتيف تيست، ما بدنا تحليل كمي، إحنا تركيزنا على النوعي مثلا، إنه بس اعمل لي qualitative analysis. هيها نقطة واحد. شو معناها؟ شو بدك تفهم؟ إنه هو بده إياك تعمل تفاعل كيميائي، تتأكد إنه المادة نفسها اللي طلبها نفسها الموجودة بالعبوبة. أوكي؟ فنيجي هون is performed to establish composition of natural synthetic substances. فعليا هون انت بهمك المادة اللي حصلت عليها وتركيبها الكومبوزيشن تاعها. These tests، هدول الفحوصات اللي انت بدك تعملهم اللي تحت قسم qualitative are performed to indicate، انت بتعملهم الفحوصات هاي عشان تتأكد whether the substance or compound is present in the sample or not، هل المادة اللي موجودة عندك صحيحة نفسها ولا لا؟ موجودة عندك نفسها ولا لا؟ بس أحياناً بيكون يحكي لك إنه ماشي، أنا عارف إنه هاي المادة اللي طلبتها نفسها، أنا طلبت المادة A والمادة اللي موجودة بالعلبة هي مادة A، ولكن بدناش شائبة معينة بالاسم، بدناش إياها تكون موجودة بهاي التركيبة. فشو أنت بتروح بتسوي؟ تعمل الفحص، مش انك تتأكد من هوية المادة، لا خلص هوية المادة او انه المادة A خلص انت متأكد انها المادة B A. انت شو صار هدفك هسا؟ هدفك انك تتأكد المادة X الشائبة هاي اللي اسمها X موجودة ولا مش موجودة. فهون معنى هذا السطر الثاني انه these tests are performed، هاي الفحوصات بتنعمل to indicate whether the substance or compound is present in the sample or not، هل المركب هذا اللي اسمه X موجود بعينتك ولا غير موجود. طبعا اذا بدنا نحكي فيها بطريقه ثانيه، هذا الاشي بيساعدك تفحص نقاء الماده، يعني
إذا المادة X اللي هي بعتبرها impurity شائبة موجودة معناته المادة غير نقية، أما إذا مش موجودة معناته المادة إيش؟ نقية 100%. إذن أحياناً بكون تركزوا معي إنه الكواليتاتيف أناليسز صح هو بده يعرف identify أو identification، هو عبارة عن تعرف على وجود مادة بالاسم، بس ممكن هذا الفحص يكون للمادة بالأساس كاملة أو ممكن يكون فحص لنقاء المادة، فبالتالي أنا ما بدور على المادة الرئيسية، بدور على الشوائب اللي موجودة فيها. توقع هيك وصلت الفكرة. Various qualitative tests are غالباً لما أنت بتتوجه لفحص نوعي للمادة لما بتعمل إشي اسمه qualitative test، الخطوة هاي أو الإجراء العملي اللي بدك تعمله بيتضمن شغلة تظهر لك بالتجربة، مثل إيش؟ طلعوا كيف detection of evolved gas، ممكن تلاقي إنه عينتك بلش يطلع منها غاز، أوكي؟ أو formation of precipitates، يبلش يظهر عندك راسب. limit tests، في فحوصات معينة بتعطيك نسب range من رقم لرقم. color change reactions، تغيرات في اللون، تفاعلات بتغير الألوان بالوسط اللي انت عم تشتغل فيه. melting point and boiling point test، برضو اللي هي تحديد درجة الانصهار والغليان ممكن تتغير معك. وبالتالي شفتوا كيف؟ يعني انا مثلا بعرف انه زي المثال اللي قبل شوي قلت لكم، يا اجا السوبرفايزر بقول لك تأكد انه المادة اللي وصلتنا ما فيها الشائبة X، شو بدك تسوي؟ انت بتعرف مثلا من معلوماتك الكيميائية انه المادة X لو ضفت عليها مادة B، لما يتفاعل B و X مع بعض رح يطلع عندي غاز، رح يبلش اشوف فقاعات طلعت عندي، معناته المادة X موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة عشان هتفاعلت وطلعت الغازات. او المادة X مع المادة B لما يتفاعلوا بيطلع عندي راسب، وطلع عندي الراسب، معناته المادة B أو X سوري موجودة. أما إذا حطيت أنت B اللي بده يكشف لك عن وجود X وما طلع عندك غاز وما طلع عندك راسب، معناته المادة X مالها؟ مو موجودة. عشان هيك إحنا اتفقنا إنه معنى كلمة qualitative دائما هو نوعي أو بيهتم ب وجود مركب معين بالاسم أو لا. طيب نيجي هون للكوانتيتيف أناليتيكال تكنيكس. هلأ يا مس، إحنا إذا بدنا نيجي نحكي بمنطق، أحياناً أو من الصعب إنك تحصل على مركبات نقية 100%، فبيجوا بيقولوا لك مثلاً إنه ماشي ممكن يكون في شوية شوائب، بس في عندك حدود لهاي الشوائب إحنا بنقبلها أو تركيز معين. يعني نقرأ وبعدين نكمل. إذن quantitative analytical techniques are mainly used to quantify، شوفوا كم مرة تكررت الكلمة اللي حكيت لكم عنها من أول المحاضرة، to quantify any compound or substance in the sample. إذن quantitative معناتها أنا هدفي أحدد كميات. These techniques are based in، هاي التقنيات أو هاي التحاليل أو الإجراءات تعتمد على quantitative performance of suitable chemical reaction، بحط خطين على chemical reaction، إنه أنا هون بدي أعمل تفاعل كيميائي ولكن التفاعل الكيميائي هذا بكميات محسوبة، مش تفاعل هيك يعني رفلي بسموه، يعني مش والله. يعني أجي أعطيكم مثال، لو أنا قلت لك افحص لي السكر بدوب بالمي ولا لا، لازم تيجي، هل تقدر أنت تفحص لي ذوبان السكر بسرعة؟ يعني تجيب مثلا نص معلقة سكر ونص كاسة مي وتحطها وتقلبها وتقول لي أوكي بدوب، ولا هل لازم أنك تيجي بدقة مثلا تاخد 1 مل وتاخد بوينت أبصر كم من السكر وتفحصهم؟ لا، في إجراءات إحنا بنسويها هيك رفلي سريعا وبناخد المعلومة منها بدون ما أحدد كميات، خلص المعلومة بتطلع معك سواء أنت محدد الكميات ولا ماخدها كميات عشوائية. أما هون بالquantitative analytical techniques
هون شرط أساسي ورئيسي إنك تكون محدد الكميات، أوكي؟ إذن quantitative performance إنجاز كمي of suitable chemical reaction لتفاعل كيميائي مناسب and easier measuring، بحط دويرة هيك على كلمة measuring. هون قلت لكم بدي أقيس، بدي أحسب، بدي أحسب إيش؟ the amount of reagent added to complete the reaction، يعني بدي أحسب كمية المادة الكيميائية اللي بدي أضيفها على التفاعل، وأحسب كمية النواتج كمان اللي راح تظهر من التفاعل. يعني خلينا نحكي مثال بشكل عام، تفاعل A زائد B بيعطي C زائد D. لازم أكون لما بدي أحسب وأعمل تحليل كمي، بدي أحسب كمية A وبدي أحسب كمية B وبدي أحسب كمية C وبدي أحسب كمية D. كمان B هون بقول لك the characteristic movement of substance through defined medium under controlled conditions. بحط خطين هون تحت كلمة الموفمنت. المواد يمس ممكن تتحرك في وسط معين وبوسط معين تاني لا. كيف يعني؟ رح ناخدها بالتفصيل لاحقا يعني، بس بدي أشبه لكم إياها، أشبه لكم إياها بإيش. طيب خلوا لي إياها هاي بعدين، هاي بنشرحها بعدين لما نوصل على الرسمة تاعت الجهاز بتكون أوضح، بس بدكم تعرفوا إنه في بعض الطرق التحليلية، أحد الطرق التحليلية مس إنك تجيب زي ورقة، الورقة هاي بتحط عليها العينة تاعتنا اللي بنفحصها، الورقة ناشفة صح؟ تخيل إنك أنت بدك تجيب صحن والصحن هذا فيه سائل، وتحط طرف الورقة من فوق، يعني بس طرف الورقة بدك، زي كأنك بدك تحط الورقة هيك واقفة بشكل عمودي بالصحن اللي فيه مي من تحت. فشو رح يصير بالمي؟ المي رح تبلش تمشي على الورقة وتطلع لفوق صح، تتبلبل الورقة ويطلع السائل اللي موجود بالصحن على الورقة ويسحب لفوق. هاي أحد الطرق التحليلية. يعني كمان هاي وين تطبق؟ مثلا بفحص الحمل، لما ببلش ينسحب السائل هاد المركب أو العين اللي أنت حطيته على الورقة، إذا هو دائبيته بالسائل تاع الصحن، هلأ الورقة بسميها طور ثابت صح؟ والسائل بسميه طور متحرك لأنه هو اللي حيتحرك على الورقة. لما المي هاي رح تبلش ترتفع على الورقة، هاي رح تبلش تسحب معاها العينة، لو كانت هاي العينة ذوبانها بالسائل وتجاذبها مع السائل أعلى من تجاذبها مع الوسط الأساسي أو الورقة. فإذا هي بتحب السائل أكتر رح تلاقي النقطة هاي، مثلا فرضا العينة تاعتك لونها أزرق، رح تلاقي اللون الأزرق هذا سحب على الورقة لحد ما تبلبلت لفوق. أما لو إنها ما إلها جاذبية ولا إلها ذائبية بالطور المتحرك، ما رح تلاقي هذا اللون الأزرق، رح ينسحب مع الطور السائل. فهاي أحد الطرق المهمة جداً بالتحليل الدوائي، وحنشرحها بالتفصيل، حنحكي عنها محاضرة كاملة يمكن. C electrical measurement، طبعاً هون بستخدم يعني الوسط أو وسط، مش وسط، جهاز التحليل بيكون فيه تفاعلات كهربائية تمام، أو قارئ كهربائي بيقدر يقيس لنا الناتج والكميات اللي حصلنا عليها بالتفاعلات. دي measurement of some spectroscopic properties of the compound، هون بحط عليها خطين هاي الكلمة spectroscopic، هاي معناها برضو الأجهزة اللي بتتعامل، اللي هي بالعربي ترجمتها الطيفية، برضو أجهزة رح ندرسها بالتفصيل. إذا لاحظتوا يا مس هون كمية المصطلحات الجديدة عليكم كتيرة، فلهيك بدكم تركزوا، إذا ما فهمتوا كل مصطلح من أول محاضرة مش رح تقدروا تكملوا بالمحاضرات الثانية، فرجاء تابعوا أول بأول. نيجي هون various types of qualitative analysis. طيب طلعوا معي، بيتقسم لكم قسم، أربع أقسام رئيسية بحط عليها هيك مربعات، chemical methods طرق كيميائية، ومقسمها A و B و C
بعدين بحط مربع electrical methods اللي هن الطرق الكهربائية، بعدين instrumental methods الطرق الآلية أو باستخدام الأجهزة، وأربعة البيولوجيكال أو المايكروبيولوجيكال methods اللي هن الحيوية أو الميكروبية. هدول الأقسام الرئيسية. إذا كم قسم للأناليسز؟ أربعة. القسم الأول الكيميائي يقسم لثلاث أقسام، اسمهم volumetric أو titrimetric methods، gravimetric methods، gasometric analysis. طبعا no way إنكم تعرفوا شو هدول الكلمات أو هاي الطرق بتعني إلا لما نمر عليهم واحدة واحدة. فنطلع هون للمحاضرة الجاية إن شاء الله رح نبلش نشرحهم واحدة واحدة شو هي الطرق التحليلية هاي. بكفي لحد هون.